احكي لي على المباراة بقى نفسها، وقبل المباراة تحكي لي على، احنا عارفين جمهور النادي الاهلي اللي بيعمله جمهور النادي الاهلي، بس انا شخصيا قلت وبقول انه اللي حصل امبارح ده انا ما شفتوش في حياتي قبل كده، احساسي الشخصي يعني. يعني انا ما بروحش ماتشات كتير انت عارف، بس من المباريات اللي زعلت ان انا ما رحتهاش، عشان كده عمال اعرض فيديوهات وبتاع، عايز احس ان انا كنت موجود في الاستاد. احكي لي شويه على الجمهور، لانه ال 60 او ال 70 الف متفرج اللي موجودين بصوت واحد من قبل المباراه بثلاث ساعات، المباراه بعد المباراه، ملحمه مش طبيعيه. بص حضرتك، وكمان بتبين يعني في اسلوب الجمهور نفسه طول الماتش، جمهور الاهلي الحقيقي. نعم. اللي هو اما بيحس ان في، مش معنى ازمه، نعم، في حاجه مهمه الفريق محتاج فيها، تبص تلاقي الجمهور النادي الاهلي ده زاحف. فهو الشعور، نعم، اللي قبل الماتش ان ماتش حساس جدا، وفريق العين فريق قوي جدا، حاجات كتير، وبطوله مهمه، نفسك كنادي اهلي زي الحمد لله كل الارقام القياسيه اللي بتحققها انك تحقق حاجه زي كده، حاجه قاريه. نعم. فالجمهور كان عنده الشعور ده، ده يعني قبل الماتش، وده اللي كنت بحسه بالاقبال غير الطبيعي اللي كان بيحصل على التذاكر. المنظر في الاستاد برضو كان مهيب، يعني ما مرعب. لا حاجه مرعب، حاجه تخليك تقشعر كده وانت بتتفرج على الجمال والحماس. واللوحه، لوحة صحيح، وبعدين تحس كأنها سجادة حمراء بالمنظر الرهيب ده. ورونا كده الحاجات اهو. انا متأسف، حقكم عليا، انا دايما كده انا بتسرع، ده لسه كده قبل ده. لا لا، ده كل ده اتملى. كل ده اتملى. طبعا، ما هي احنا هو بس هما بيجيبوا لك بالتدريج يعني. السجادة الحمراء، اللوحة الجميلة اللي مرسومة داخل الاستاد، اتفضل كمل. فحاجة طبعا تخلينا قمة السعادة يعني، من المرات اللي بتبقى مبسوط قوي من كل النواحي يعني. نعم. بطولة يعني كده النادي الأهلي امبارح دي أول بطولة فريق عربي أو أفريقي قارية نادي حققها. ده صحيح. كان نادي أهلي أول حاجة يعني تبع الفيفا، أو اللي هي بطولة دولية. نعم. دولية. نعم. تبع الاتحاد الدولي. نعم. يعني ما فيش إلا فريق أفريقي. أنتوا كمجلس يعني، أنا كنت بكلم كابتن خطيب قبلها كده قبل الماتش بيومين ثلاثة بعد السوبر المحلي، بهنيه وبقول